السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كده بقالنا ايه بتاع اسبوعين ثلاثة ما صورناش. مش سهل موضوع الكورنتين ده بصراحة، مش سهل. انا الحقيقة جاية النهاردة دردش معاكم دردشة ملهاش اي علاقة بالكتب، لاول مرة من ساعة ما عملت زوز الكتب. يعني انا النهاردة جاية اقول لكم على الفترة اللي فاتت اللي هي اطول فترة في حياتي اقعد فيها من غير كتب. يعني اللهم الا شويه كتب بشتغل عليها هنا، شويه كتب ببص عليها هناك، لكن اقرا كده كتاب واتسحب معاه زي ما عملت في بدايه الحظر وبدايه العزل ومن ايام العاصفه، لا مفيش الكلام ده، خلص الزمن ده بالنسبه لي. فين الفكره بتاعت اللي هي الدردشه الثقافيه دي، او فكره ان احنا نتكلم كده وخلاص بدون ما يكون في سكريبت مكتوب بتاعتي من الحلقات اللي كده؟ اولا علشان خاطر الناس اللي بعتت تطمن عليا انا اختفيت رحت فين. انا ما اختفيتش، رحت في اي حته، انا زي ما انا بالظبط. هي الفكره بس انه موضوع الكورنتين ده طلع اصعب مما كنت متخيله. يعني انا في بدايه الموضوع وقت ما قالوا ركزت على جانب معين، وبالتالي هو ده اللي خلاني ما اخدش بالي من الصعوبات التانية اللي انا غضيت الطرف عنها. يعني انا من الاول كنت متخيلة اني هحط بلان همشي عليها بحذافيرها، وهنعمل برودكتيفيتي عالية، وهنحقق مش عارفة ايه، وهنعدي المانش، وهنجري في ساحات، ونعمل حاجات، ونوقف البنات وكده ده. بس الموضوع بعد فترة خلصنا، خلص الانرجي، خلص الرغبة في ده، وكل الرغبات والطموحات اللي كانت بادئين بيها عالية قوي بدأت تخبط وتقل، وقت كانها من غير جدوى كده، كانها ملهاش معنى، كان كل الحاجات اللي بتتعمل فايدتها هتبان كمان كتير. بتعلم كذا بس مش هستفيد بيه دلوقتي عشان انا كل الناس قاعدين في البيت، مش هستفيد بيه في شغل لانه شغل مفيهوش تطور. يعني اي كان ايه نوع الحاجه اللي بتتعمل هي كل نتائجها هتبان بعدين. دي مش حاجه وحشه خالص، يعني بالعكس هي دي فرصه كويسه جدا ان الواحد يشتغل على نفسه ويطور من المهارات اللي عنده، وده بيتعمل كل يوم. ولكن انا بدات احس ان هو الايفكت بتاعه بدا يبقى اقل، يعني بدا انه ما يبقاش احسن حاجه في اليوم بتتعمل انه اصحى ذاكر. انا عايز حاجه احس بفائدتها دلوقتي حالا الليله يا عمده. ولذلك فانا بدات ان انا اقلل شويه اهتمامي بموضوع الانتاجيه، واركز على جوانب تانية يمكن تكون ليها اثر اكبر خلال الفتره دي. ده لا يعني ان احنا نوقف الانتاجيه، يعني مش هينفع ابطل شغل، ومش هينفع ابطل مذاكره، لان انا ماشيه على القاعده بتاعت ال 20 ساعه اللي انا قلت لكم عليها في اخر مره عملت حلقه اللي هي بتاعت 7 دروس دي، اللي ما شافهاش يشوفها، كانت حلقه كويسه والله. ولكن ابتديت اشوف جوانب ثانيه في حياتي ما كنتش فيها قبل كده، في حياتي عموما، وطبعا خلال الكورنتين بالذات، لانه خلال الوقت الطويل الواحد بيقعده مع نفسه بيكتشف حاجات كتير يمكن ما كانش واخد باله منها قبل كده. تطبيقا اكتر للدروس بتاعت الحلقه اللي فاتت، انا بدات اركز على الاشياء اللي بتجيب لي السلام النفسي اكتر من الحاجات اللي بتحسسني ان انا سوبر وومن. فلقيت ان افعال ثانيه هي اللي بتبسطني غير الافعال اللي انا كنت متخيلها في الاول. يعني القرايه طبعا بتبسطني اكتر من اي حاجه في الدنيا، بس يعني اذا مش عارفه اقرا هموت نفسي، ما هو اكيد الاقي حاجه ثانيه اعملها لحد ما ارجع اقرا. فعملت ايه بقى؟ مش عارفه هو باين في الصوره قوي ولا لا، انا عملت شويه تجديدات في الاوضه عندي او في السيتنج اللي حواليا. دي من الحاجات اللي هي ايه اخدت وقت كتير كده عماله بشتغل عليها وسحلاني معاها، ولكن اتبسطت جدا بالنتيجه النهائيه. مش علشان خاطر يعني انا عملت شيء ما اتعملش، لكن علشان هي حاجات زي ما بقول لكم نتائجها فوريه. بجيب اللي مش عارفه ايه بفرم الحيطه بعلقه بيديني منظر مختلف. عملت الرفوف الجديده هبقى اوريها لكم في حلقه ثانيه، وايه الكتب اللي عليها لان انا ما صورتش عندها خالص. عملت شويه لمبه زرعه شاشه حاجات، يعني تفصيلات صغيره خالص، ولكن في النهايه ده الشيء اللي انا بشوفه اول ما بصحى من النوم، وده الشيء اللي بشوفه اخر حاجه قبل ما انام، وده المكتب اللي انا قاعده عليه طول اليوم بشتغل. فالتغييرات البسيطه اللي اتعملت فيه خلتني ابقى في مود تاني، ومرحله التغييرات دي نفسها خلتني ابقى في مود افضل. لانه الواحد لما كان بيخرج من البيت دايما بيكون في حاجه تاسكات كده كبيره بيعملها وبينتهي منها وبيشعر بنتائجها حالا، بينما هو قاعد في البيت الحاجات دي مش كتير. فانا بدات اخد الحاجات بقى على ليفل اصغر وابص عليها كده. مش لازم الحاجات اللي عملها تبقى بضخامه
ان انا عماله بروق المكتب وبلون المكتب وبعلق حاجات فوق المكتب والكلام ده، شفت انه اكتر حاجه بتجلب السلام النفسي للبني ادمين هي غسيل المواعين. حقيقي حقيقي احنا لازم نهتم بغسيل المواعين اكتر من كده. غسيل المواعين عاده انا بحبه لان انا بقدر اسمع اودي بوك وانا بعمله. دلوقتي انا حتى ما بسمعش اودي بوك ولا اي حاجه، انا ممكن اسمع بودكاست، اسمع حاجه فاني، بسمع حاجات فرنسي شويه علشان خاطر بس وداني تقدر وقت على الفرنسي، حتى لو انا جن كومبون با. طبعا الناس بتوع المغرب والناس اللي بيتكلموا فرنسي هياخدوا بالهم ان انا قلت جن كومبون با، بس الحقيقه ان انا يعني جن كومبون امبير بفهم شويه حاجات كده بسيطه. فاحيانا بسمع البودكاست بالفرنسي او احيانا بسمع حاجات فاني او احيانا بسمع مزيكا، واحيانا ما بسمعش اي حاجه خالص، بسمع صوت الميه وهي نازله في الحوض وبس بريح دماغي خالص. زي كده ما الابنودي قال، بلا حاضر بلا ماضي تروس بتلف على الفاضي بدون اي حاجه، بدون اي تفكير في افق ولا في مشكلات ولا في البشريه اللي عماله بتروح في داهيه مننا دي ومش عارفين نلحقها خالص. صمت وهدوء والمنظر بقى بتاع المواعين وهي لسه الحوض مليان ومكركب ومتبهدل، وبعد كده وهو نضيف هذا الكوب او المج اللي كان مش هينفع تمسكه من شويه ودلوقتي ممكن تستخدمه تاني، ده برضو ليه نفس الايفكت بتاع الانجاز الفوري، حاجه حالا انا حاسب بيها. وده بقى يعني بالذات رمضان فعل لا نعدمه ابدا، يعني طول الوقت في مواعين مع انه ما فيش اكل وشرب. انا مش عارفه المواعين بتيجي منين اذا احنا مش بناكل ونشرب، بس يعني هي بيبقى في مواعين وده لكي مي، يعني ان انا بغسل مواعين. بصحى من النوم احيانا اغسل المواعين وارجع انام لما ما بيبقاش جاي نوم قوي وبتاع. الحاجه الثالثه اللي اكتشفت ان انا ما كنتش مدياها وقتها، وده شيء غريب جدا ان حد يوتيوبر بيقوله، ان انا ما كنتش مديه اليوتيوب نفسه حقه، مش اليوتيوب ان انا اكريت انا فيديوز، ولكن انا اتفرج على الناس التانيين دول بيعملوا ايه على اليوتيوب. اكتشفت شويه حاجات لطيفه جدا جدا، هحط تحت في الديسكربشن شويه فيديوز او شويه شانلز بدات اتابعها. يعني اول انا كنت عاملهم سبسكرايب من زمان، شفت لكل حد فيديو او اتنين عملت له سبسكرايب، وبعدين موجود في الفيدز عندي من 3 سنين ما شفت لهمش حاجه تاني، وبدات ارجع اتفرج عليهم كده واشوف هي الناس دي بتقول ايه. مبدئيا ادوني افكار لحلقات ممكن تتعمل يعني بعدين، ثانيا بيدوني طاقة إيجابية بالذات الناس اللي بتتكلم عن الدروس التعلمها في حياتهم، الحاجات اللي بيعملوها كل يوم، الهابتس اللي بتخلي حياتهم تبقى أفضل، البرودكتيفيتي versus السبيرتشواليتي، إزاي أخلي عندي السلام النفسي وفي نفس الوقت أبقى إنسان منتج ومفيد ولطيف وكل حاجة. أي فترة كان عندي هوس بالتورز بتاعت الورك سبيسز، الناس اللي بتيجي تفرجنا هم حاطين ايه على المكتب وايه على الحيطة وايه في الرف وبتاع، طبعا بيبقى اشكال خزعبلية جاية من الفضاء كده مفيهاش اي علاقة بمكتبي المتواضع، ولكن رؤيتها نفسها كانت بتحسسني ان انا عايزة اقوم اشتغل حالا، عايزة اسيب اللي في ايدي واقوم اشتغل. ناس بتتكلم على خبراتهم، حاجات القراية عملت ايه في حياتهم، اللي مش عارفة صحيان بدري عمل ايه في حياتهم. بحاول اعمل فكره ان انا اصحى الساعه 5 الفجر كل يوم دي، بس برضو مع المواعيد رمضان الموضوع صعب قوي. يمكن بعد رمضان لو استمرينا في الكورنتين، يعني انا اتمنى انه لا، بس يعني لو استمرينا في الكورنتين بعد رمضان يمكن دي تبقى من الحاجات اللي انا عايزه اجربها. يعني تقدر تقول عليها تحديات الواحد بيحط نفسه فيها بتغييرات بسيطه يقدر يعملها في يومه، ومفروض انها ليها يعني اثر ايجابي في النهايه. انا عايزه اجرب العب اللعبه دي مع نفسي كده بس لما رمضان يخلص، عشان هو كفايه نقص الكافيين ده مطه الواحد في عيشته خلقه، يعني مش ناقص انا احمل على نفسي حاجه تانية. اخر انا كنت بقع شويه في ناحيه ان انا اريفت واتخنقت وزهقت زي ما كلنا اريفنا واتخنقنا وزهقنا، وكنت مش عايزه اطلع اتكلم علشان عايزه اكون دايما شخص بيجي يبص بطاقه ايجابيه، ولكن لقيت ان هو ده بصراحه شيء يمكن مضر اكتر ما هو نافع، لانه هو ما ينفعش يبقى في شخص بيبص طاقه ايجابيه طول الوقت بشكل يدي انطباع ان الشخص ده حياته رائعه وما بيمرش بالمشاعر البشريه كلها بتمر بيها. يعني هو محصن ضد القلق والتوتر والانزايتي والواحد مش عارف هنروح فين وهنعمل ايه فين منين، يعني الورش ده كله انا كمان عايشه فيه زي ما كل الناس عايشه فيه، واعتقد ان هو يعني مدينة انا ليكم ان انا اطلع لكم. انا كمان والله مقرفه يا جماعه ماليش نفس اقرا، وعادي ان يبقى ماليش نفس اقرا وهنرجع نقرا تاني ان شاء الله، والعالم مش هينتهي ولا حاجه، يعني مش هينتهي بسبب ان احنا ما بنقراش، هو ممكن ينتهي لاسباب تانيه، بس يعني
وبس اكتبولي بقى في الكومنتات حاجات كبيرة كده، يعني قصتكم مع الكورنتين عاملة ازاي، قصتكم مع رمضان عاملة ازاي، حالاتكم النفسية عاملة ايه، ايه الحاجات اللي انتوا بتفكروا فيها اليومين دول. انا فاهمة ان هم مش بالضرورة هتكون كتب، بس ايه الحاجات اللي بتفكروا فيها او مهتمين ان انتوا تسمعوا عنها. انا عندي اخبار كتير ايجابية المفروض اقول لكم عنها، منها مثلا انه من يومين دينا مديدي غنت اغنية جديدة من كلماتي، هحط لكم بقى ايه اللينك بتاع الحفلة في الديسكريبشن، هي اخر اغنية في الحفلة، بس ايه انتوا ممكن تستنوا برضو الاغنية هتنزل كمان كام يوم التسجيل الكامل. منها مثلا ان انا هكون متحدثه في مهرجان مهم للروايه في فرنسا اونلاين، طبعا مش في فرنسا حاجه، برضو كمان يومين. منها انه هيكون في لايف على الفيسبوك، فحاولوا تتابعوا الفيسبوك تحديدا يوم الاربعاء مع كاتبه امريكيه اسمها هنا خان، عن ادب الاطفال وازاي نخلي العيال يقروا، وازاي نخلي القرايه حاجه هابت موجوده في البيت بشكل عام. لو عندكم اسئله تدخلوا تسالوها لها. يعني عندي والله ايجابيات في الحياه، بس الحاله النفسيه مش متعلقه بالانجازات اللي بتحصل، فبرضه ده شيء وجب الاشاره اليه يعني. وعندي اخبار ثانيه هقولها لكم يمكن في فيديوهات ثانيه، انا بس صوت النهارده اطلع كده اقول لكم مسا مسا في فيديو تقريبا من غير مونتاج خالص، تقريبا يعني من غير مونتاج او مونتاج قليل خالص وبدون سكريبت وبدون اي حاجه، ويا رب تكونوا بخير. مستنونا في وقت ما حلقه جديده من دول كتب، ولذلك ابقوا دوسوا على الجرس علشان خاطر لما الحلقه دي تنزل، بما انها ما بتنزلش في مواعيدها قوي يجيلكم نوتيفيكيشن. ولو مش عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب، احنا يعني كلنا محتاجين دعم بعضينا في الايام الصعبه دي. وشكرا.